وخلال نشرة سابقة أوضح الخبير العسكري العقيد حاتم صابر من القاهرة أن التعاون البحريني المصري العسكري تعاون ممتد من عشرات السنين، مما أسهم في صقل المهارات العسكرية لقوات البلدين الشقيقين، وأكد على الرؤية العسكرية المشتركة مما يعزز من وحدة الصف العربي ومتانة العلاقات البحرينية المصرية على كافة الأصعدة. بالنسبة للتعاون المصري البحريني العسكري، هو تعاون ممتد عبر عشرات السنين الماضية، ثم وسع هذا التدريب بشكل غير مسبوق عبر عشرات السنين إلى أن شملت كافة مناحي القوات المسلحة فيما يعرف باسم إدارة معركة الأسلحة المشتركة، سواء كانت قوات جوية أو بحرية أو برية. والحق أقول أن القوات المسلحة البحرينية قوات دفاع البحرين من القوات المسلحة المتميزة عربيا ومتميزة عالميا، تمتاز بالقدرة والسرعة والجاهزية في تنفيذ المهام المطلوبة مع دقة واحترافية هذه القوات وانضباطها، مما أسهم في صقل المهارات العسكرية ليبقى الهدف واحد، وهو تأمين الأمن القومي العربي الإقليمي لتنعم جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين الشقيقة بالأمن والسلام.